السلام عليكم. بمناسبة رمضان احنا جينا عند واحد السيد هنايا الله يعمرها سلعه باش يعمل لنا واحد الهميزه في واحد هاد لي برودوي او لا هاد الاحذيه الرياضيه. عملنا شي شرح خفيف على هاد الهميزه اللي كاينه الله يرحمه. هذه واخا تقلب عليها في السوق تقلب عليها فيما كانت ما كاينش. علاش حنا اصلا معروفين؟ علاش حنا اصلا معروفين بودي فاشن؟ شركه بودي فاشن حنا كنبيعوا الجنه. سمع يعني كنستوردوها من الخارج كنجيو كنبيعوها بالسنه. ما عرفتش كيديروا السلعه بالسنه. دابا بمناسبه رمضان والطلب ديال السيد مقانات الجار ديالنا قلنا نبيعوا حتى الناس تقصد ماشي مشكل. غير حنايا الثمن راه همزه. الثمن انا كنقول لكم هذا الثمن ما كاينش ما نصرحوش به. دابا اللي بغى بغينا نخليوه في الخاص باش يعني حتى ديك صحابنا اللي كنفرقوا لهم بالجمله وداك الشيء ما يتقلقوش عليه. هادشي غنخليوه في الخاص. اللي بغى يتواصل معنا في واتساب هو يخلي لكم النمره السيد من القناه ونوريكم برودوي. دابا كيفاش كاين شي حاجه مرحبا واخا شرحنا لا كاليتي ديال البرودوي. عندنا بزاف ديال البرودوي كنصوردوهم من الخارج. كاين بزاف ديال البرودوي سبردينا عندنا الحوايج عندنا في هادشي المجال ديال الفاشن الحوايج. المهم دابا غنهضروا على هاد السبردينا هادي بخصوص علاش حاسيه. كما قلنا يعني حنا الثمن غادي تصدموا بالثمن ان شاء الله. عندنا فيها هاد اربعه الالوان. فيها الالوان هي كاين الكحل وكاين الكري وكاين هاد اللون هذا رائع دابا بمناسبه الصيف. ها هي الصيفيه ما جا هذا مزيان هذا اللون. لون زيون ما شاء الله. وعندنا هاد البلوماري الله الوان مزيونه. ودابا كما كتشوفوا عندنا هاد السبردينه هادي. علاش خصنا لكم هاد السبردينه بالخصوص؟ حيت عليها الطلب بزاف يعني خارجه في السوق بزاف وليها طلب بزاف من هاد الكميه ديالنا. كما قلت لكم حنايا كنفرقوا السلعه بالجمله. ودابا قلنا اللي بغى يلبس مرحبا. اللي بغى وحده جوج ثلاثه والثمن جد مناسب والكاليتي. ها انتما كما كتشوفوا شو السوني داك الكبيره هذا ما كتقسمش ميديكال السوني دا ميديكال هنا نوريكم مثال هاد الداخل ديالو هذا كيفاش كدير. هادي السوني دا شوف ميديكال تبارك الله وضرب لي على الخياطه. شوف لي الخياطه شوف لي السي ديال الخياطه يعني كاليتي بون كاليتي وعندك